هل من نصيحة حفظكم الله إلى من يتساهل في السفر إلى بلاد الكفار لأجل السياحة ويدعو إلى ذلك؟ نعم، لا يجوز له هذا السفر إلى بلاد الكفار، لا يجوز إلا في أحوال محصورة، مثل العلاج اللي ما يجده إلا هناك، مثل تعلم لشيء يحتاجه أو تحتاجه الأمة ولا يوجد إلا هناك، مثل الدعوة إلى الله، يروح يدعو إلى الله، لا بأس بالسفر لهذه الأغراض، أو لتجارة، يسافر لعقد تجارة، تعاقد مع الشركات والمصانع، لا بأس. أما السفر للسياحة تسيح بلاد المسلمين، الحمد لله فيها سياحة بريئة من الإثم. نعم.